ولي العهد مولاي الحسن يقدم درسا في احترام الراجلين وهو يتجول في شوارع الرباط. شهد ولي العهد الأمير مولاي الحسن مساء اليوم 3 أكتوبر الجاري في شوارع الرباط وهو يتجول بسيارته الرياضية. وفي خطوة ملفتة توقف ولي العهد أمام ممر الراجلين في شارع حي يعقوب المنصوري بالطريق الساحلية وسمح بمرور المواطنين ليواصل الطريق بعد ذلك بسيارته. واستحسن العديد من المواطنين احترام الأمير لممر الراجلين على عكس بعض سيارات الوزراء التي تسير بطريقة مسرعة دون احترام لممر الراجلين أو السماح بمرور المواطنين. اعتبر هؤلاء أن ولي العهد أعطى درسا في احترام ممر الراجلين في الشوارع الكبرى للعاصمة الرباط.